لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا اعتقد أن ممكن لأحد أن يخرج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر، كفر أكبر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، ما يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. To believe that any other law is superior to Allah's Sharia. أن يعتقد أن قوانين غير نعم من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من هو أعبد وأفضل وهادي وعبادة ودين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر طبعا. نعم. أو حكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو مساوي له. نعم، هذا إذا اعتقد. لكن بعض الناس هدانا الله إياه أحيانا يسمع دعاء من عالم من العلماء ويأخذ به، أي من علمنا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل دعاء ما جاء في الكتاب والسنة.